قرار التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض التي اعتمدتها محافظة القاهرة أثار ردود فعل واسعة لدى سائقي التاكسي. قال علاء محمد أمين عام النقابة المستقلة لسائقي التاكسي إن التعريفة التي اعتمدتها المحافظة مؤخرا بزيادة 1 جنيه فقط عن التعريفة القديمة وزيادة سعر الكيلو متر 35 قرشا غير منصفة ولن يلتزم بها السائقون. المزيد في التقرير التالي فلنتابع. لا هي التعريفه الجديده هتبقى افضل من الاول بكتير، يعني هتعوض الخساره اللي احنا بنخسرها. احنا كنا بنخسر كتير، يعني قطع الغيار هم بيتكلموا على البنزين ان هو هيعمل صفيحه كام كيلو ومش عارف والكلام ده كله، بس هم ما بيحسبوش اجره السواق واجره العربيه واجره قطع الغيار اللي زادت 100% و150% وكل واحد بيزود بمزاجه، فده كله ده طبعا بتفرق معايا. طب كده احنا بنطالب برفع 6 جنيه لان اساسا مش مجازيه بالنسبه للتاكس. هو المواطن هيجيب منين؟ ما هو انا برضه لازم نراعي بعضينا. هو المواطن اللي بيركب معاه دلوقتي ما بقاش اللي كان بيركب تاكسي دلوقتي ما بقاش يركب تاكسي كتير زي الاول، لان حتى الزياده اللي بجنيه او نص جنيه بتفرق مع اي واحد. يعني احنا بنتكلم 6 جنيه، انا لو عايز 6 جنيه طب انا ما ابصش لنفسي، انا ابص برضه للناس كلها. هي التعريفه الجديده كاست اعداد 4 جنيه كل كيلو 175 قرش. الانتظار مش عارف زاد 14 قرش او كام في الدقيقه. طبعا هو احنا معترضين على التعريفه ديت لان التعريفه مش مناسبه للزياده اللي حصلت في الاسعار حاليا. الزياده حصلت 4 أو 5 اضعاف زياده في الاسعار. احنا قدمنا طلب بتعريفه معينه كانت قريبه شويه للواقع، يعني اللي هو كاسه اعداد 6 جنيه والكيلو يبقى 2 جنيه والانتظار يبقى 25 جنيه في الساعه، وده كان اقرب شويه للواقع، انما ده اعتقد السواق مش هيلتزم بيه. احنا بنطلب اعاده النظر في التعريفه دي. احنا عايزين منظر التاكسي يبقى حضاري زي ما ظهر في 2009، شكل السياحة أفضل. ما ينفعش إن أنا يجي السائح يركب يلاقي شكل السواق يا إما بيقاوله يا إما لاعب في العداد يا إما، والسبب في ده الدولة مش السواق. هي مش هتأثر على الاتنين، هي كويسة للمواطن وكويسة للسواق. وأنا مش معاه ولا ضده، وأي مواطن ضد زيادة الأسعار، لكن إحنا لازم نراعي برضو زيادة أسعار الوقود. هي بدأت بـ3 جنيه، قلنا بدأت بـ3 جنيه وبقى لها 8 سنين. اضرب في 2 يبقى 6، المفروض تبتدي ب 6 جنيه نظرا للغالة وزيادة البنزين، واخد بالك؟